السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غنتكلموا على موضوع مهم بزاف واللي عنده علاقه بالمسوده ديال القانون الهجره الجديد اللي غادي يخرج هنا في اسبانيا. هذا الموضوع ما كنتش غنتكلم فيه ولكن بزاف الناس طالبوني انني نهضر عليه. لقيت عدد كبير ديال الميساجات عندي في واتساب، عدد كبير ديال الاوديوهات وعدد كبير ديال الناس اللي فاهمين الموضوع غلط. اذا هنا خرج باش ندير هذا الفيديو باش نوضحوا بعض النقاط المهمه الخاصه بالقانون الهجره الجديد هنا في اسبانيا، لان كاين الناس عندهم الغلط وما فاهمينش الموضوع مزيان. كما العاده وكما كندير دائما انا كنشرح بطريقه مبسطه باش كلشي كيفهم الموضوع وكلشي كيعرف الامور كيفاش غاديه. اصلا الناس باقا ما كتفرقش ما بين شنو هي المسوده وشنو هي الرسميه ديال القانون اللي كيخرج في البوليتين اوفيسيال ديال ستادو، الجريده الرسميه ديال الدوله. على داكشي باش نوضحوا بعدا على الاقل نفسروا للناس، نوضحوا لهم المفاهيم ديال كل حاجه. نتمنى انكم ديروا لايكات بزاف الاخوان، لايكات باش يطلعوا الفيديوهات ويوصل الخبر للناس كاملين، لان الموضوع يعني للافاده. هاد اللي خرج دابا واش قانون ولا ماشي قانون؟ هاد اللي خرج دابا في اسبانيا هو مسوده ديال القانون الهجره الجديد. وشنو هي اصل هاد المسوده بعدا باش نتفاهموا بعدا باش نعرفوا شنو هي المسوده؟ المعنى ديالها بحال ورقه الوساخ. مثلا ملي كتكتب، ملي كتبغي تكتب انت شي انشاء كتكتبوا في واحد الورقه ديال الوساخ، كتكتب النص ديالك شنو غنقول شنو غنقول، من بعد حتى كتشوف داكشي عاد كتكتب في الورقه الرسميه الصحيحه اللي ما فيهاش الغلط. هذيك الورقه الاولى اللي كتبتي فيها هذيك هي المسوده، ورقه الوساخ يعني اقتراحات، احتمال ان كل شيء اللي خرج في المسوده يقدر يطبق، واحتمال ان بعض الامور تقدر تبدل. يعني ماشي كل شيء رسميا غادي يكون، يعني باقي ما كاينش قانون، كاينه ورقه الوساخ حاليا، مسوده اقتراحات اللي غيصدقوا عليها من بعد شهر 10 ان شاء الله، عاد غادي يكون قانون رسمي وغيدخل في الجريده الرسميه ديال الدوله وغنقولوا طبق القانون. دابا باقي ما طبقش القانون، دابا مقترحات. فالي باش نميزوا ما بين ما هي مسوده وما هو قانون، راه باقي ما كاينش القانون. الناس اللي دافعين راهما دافعين، واللي غيدفعوا دابا يدفعوا، واللي اللي تابع شي شغل وباغي يعملوا يعملوا، اللي باغي يدرقوا فورماسيون يديروا، اللي باغي يدرقوا سوسيال يديروا، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها عادي. باقي ما كاين لا قانون لا والو حتى الساعه، باقي ما خرج حتى شي حاجه رسميه، فقط مسوده اي اقتراح اي ورقه الوساخ. فهمنا هذه من جهه باش نوضحوا النقطه هذه للناس، باش الناس على الاقل يعرفوا شنو كاين، لان الناس ما فهموش شنو هي مسوده شنو هي لحس العوام. هذه من جهه. قانون الهجره جديد اللي غادي يخرج ان شاء الله واللي غيطبق اكيد، لان دابا هادشي المقترحات كاينه كثيره، اكثر من 92 صفحه غادي تكون فيها بزاف ديال الامور عندها علاقه بالهجره، بالقوانين ديال الهجره هنا في اسبانيا. انا غنعطيكم اي بعض النبذات على بعض الامور اللي كتهمنا كجاليه، كناس، كمهاجرين كيبغيو يعرفوها. غير نعطيكم بعض النبذه على بعض الرايغوس اللي كنتكلموا عليهم بزاف ديال المرات، ونعطيكم الفرق والتغييرات اللي غادي تكون والاحتمالات اللي انها غادي تكون. حتى الساعة احتمالات اللي غادي تكون، ملي يكون رسمي كساع كلام اخر. الريغو السوسيال اللي كتعرفوه، الريغو السوسيال اللي كتعرفوه اللي معروف ديال 3 سنين، كتبقى لها 3 سنين في اسبانيا، عاد كدير البروفات ديالك، شهادة السكنة ديالك، مسائل وكونتراتو وكتدفع. هذا الريغو السوسيال في المسودة غادي يولي على عامين عوض 3 سنين، وما يبقاش سميتو الريغو السوسيال، غيولي الريغو سوسيو لابورال. هيدا غتولي السمية ديالو، الريغو سوسيو لابورال. عامين تكون هنا في اسبانيا عندك شهاده السكنه ديالك وعندك بروفات ديالك بانك عندك عامين هنايا، دبر كونترا وسير دفع. ما كاين لا انفورميد الريغو ولا والو، داك الانفورميد الريغو اللي كيطلبوا لك مثلا شي تجيبوا مع اسيستنس سوسيال وداك الشيء ما يبقاش، غيولي غير عامين تكون عايش هنا في عامين اسبانيا، تثبت انك عندك عامين بالبروفات اللي عندك، سواء بشهاده السكنه، سواء بالوقت ديال الطبيب، سواء اي حاجه راه بروف. تاك الفيزا اللي دخلتي بها وبقات عندك هي راه بروف، كلشي كيتعتبر بروفات. وجمع الوريقات ديالك وجيب حصص السيره ديالك ومسائل وكدفع. هذا يتولي الريغو سوسيو لابورال، غيولي ديال عامين، ما يبقاش سميتو الريغو سوسيال. الريغو سوسيال غادي يولي حتى هو على عامين، ولكن غادي يولي يعطيوك الاقامه غير اقامه ديال السكن، ماشي اقامه سكن وعمل. تفهمنا؟ الريغو سوسيال اللي غيولي دابا غيولي اقامه وصافي، ماشي اقامه وعمل، ما عندكش حق تخدم به. اذا اللي عندك الحق تخدم به هو الريغو سوسيو لابورال. هذه من جهه. الريغو لابورال اللي معروف، اللي معروف انك يقول لك الا كنت مثلا عندك عامين هنايا وتبت انك خدمتي مع شي واحد اكثر من 6 شهور فتقدر تدعيه وتاخذ الوريقات ديالك الا ما بغاش يعطيك الكونترا، باش يدير لك حل. هذا الريغو لابورال غيولي سميتو الريغو دي سيغوندا اوبورتونيداد. الريغو دي سيغوندا اوبورتونيداد كيفاش غادي يولي؟ ما يبقاش يطلبوا لك عامين ديال الاقامه وداك الشيء كامل، غيولي يطلبوا لك فقط 6 شهور ديال العمل مع شي شخص. فقط اثبات انك خدمتي 6 شهور مع شي حد وتقدر تاخذ الوريقات ديالك غير بهذيك البروفا ديال 6 شهور.
ماشي عامين، ما يبقاش داكشي ديال عامين، غادي يتبدل. هذه واحد التغييرات اللي هي زوينه صراحه في هذا الريغو اللي غيولي سميتو الريغو ديال سيغوندا اوبورتونيتي. مثلا الريغو بور انفورماسيون غادي يولي سميتو الريغو سوسيو انفورماسيون، فالي، وغادي يولي شويه كومبليكي، غادي يزيدوا يعقدوا فيه الامور شويه في هذا الريغو هذا اللي غادي يبقاو يطلبوا وريقات اكثر من الاول. علاش؟ لان غادي يولي فيه الحق انك تقدر تخدم فيه 22 ساعه، يعني يولي الريغو بور فورماسيون عندك الحق تقرا وتخدم جوج ديال الامور. اذا هنا تذك المطالب حسب الريغو بور فورماسيون دابا الناس كيدفعوا، باش كيدفعوا؟ بروبات هي الباسبور وحسن السيره وشهاده السكنه للبروبات، هذا اللي كيطلبوا لك باش تدفع الريغو بور فورماسيون، ثلاثه ديال الامور. دابا غادي يزيدوا يطلبوا لك ماس بابيليس اوراق اخرى يبقى يطلبوا لك، ولكن لافونتاج اللي غيولي فيه انك تقدر تقرا ويولي عندك حق تخدم قرايه وخدمه، هكذا غادي يولي الريغو بور فورماسيون. واحد الناحيه راه مزيانه بزاف، اللي كيتمناو هذه الفرصه هذه انه باش يولي فيها على الاقل قرايه وخدمه. مثلا الا قريتي في الصباح تخدم في العشيه، قريتي في العشيه تخدم في الصباح، المهم عندك الحق ديال العمل. فاش كتمشي تطلب الخدمه مع عند شي خيفي كيكون عندك الورق ديال اقامه وعمل، ماشي فقط اقامه، يعني اقامه وقرايه وعمل، يعني مثلا عندك جميع الحقوق. هذه مزيانه بزاف صراحه، بزاف الناس غتعجبهم الحال، على الاقل باش يقدر يقرا ويخدم. كاين اللي يدير السوايع اكسترا اما في دي سيمانه اما في العشيات اما في الصبح بكري، المهم بغا يسبابيلا مع راسو. وزائد الريغو فاميليار ومسائل اخرى كامله، هي كاينه بزاف ديال التغييرات. هادشي غير نبدأ، نبدا اللي كنعطيكم انايا على التغييرات اللي غتكون محتمله، راه باش تقرا انت اكثر من 90 ورقه راه ماشي ساهل. غير هو ان هاد التغييرات هادو كامله فيهم بعض الحوايج ايجابيين وفيهم بعض الامور تقريبا هو هو، يعني ماشي شي تغييرات كبيره. كاع اللي بان لي انا زوين هنايا جوج الحوايج اللي زوينين في هادشي اللي قريت هذا، هو الريغو لابورال اللي غيولي سميتو الريغو دي سيكوند اوبورتونيتي، ما كيطلبكش البروفا ديال عامين، هذه نقطه ايجابيه. والريغو بورفورماسيون غيولي فيه اقامه وعمل تقدر تخدم به، هذه نقطه ايجابيه اخرى. اما الريغو سوسيال اللي بدلو السميه ديالو ولا الشروط راه بقات هي تقريبا، يعني ما تغيرش بزاف، ما كاينش بزاف الامور مفرحه صراحه فهذا قانون الهجره الجديد. الناس كتضرب على التسويه الجماعيه باش تكون شي حاجه مفرحه، ما قانون الهجره الجديد هادشي اللي كاينه وهادشي اللي قرينا وهادشي اللي غادي يكون احتمال انه يكون 100%، احتمال انه يزيدوا يغيروا شي حاجه. هادشي كيدخل باش يتم المصادقه عليه، في اللحظه ديال المصادقه عليه كاين اللي غايقول لك ايه كاين اللي غايقول لا، في البرلمان ديك الساعه غايحكموا. اما هو قانون غادي يخرج غادي يخرج. اي باش نكونوا واضحين بهذه النقطه هذه اللي طلبوني بها بزاف الناس، وضحنا النقطه هذيك اللي حيرني. واحد السيد دافع على الريغو سوسيال وكيقول لي خي كريم دابا انا دافع واش غياثر عليا هادشي هذا، واش انا داخل معاهم؟ راه باقي ما كاينش قانون رسمي باقي ما كاينش، هذه اقتراحات مسوده ورقه دواسخ، اللي كيدير شي شغل يمشي يديرو، باقي ما كاينش قانون ديال الهجره جديد، كلشي كلام في كلام. هذه النقطه كخصي ضروري نوضحها باش الناس ما تمشيش في الغلط، ويكون ان شاء الله يعني المعلومه فهمها الصغير والكبير، القارئ واللي ما قارئش. هذا هو المعنى والغرض من هذا الفيديو هذا. نتمنى ان يكون وضحت بعض النقاط المهمه وحيدت شويه ديال الضبابه على هذا القانون الجديد ديال الهجره. وان شاء الله مني غيكون الجديد، يعجبني انا مني يكون الجديد نتقاسم معكم الجديد باش تكون امور رسميه، ما بقاوش غير نديروا فيديوهات متتاليه على والو. هذه هي الفكره وهذا الشيء اللي بغيت نوصل مع الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو، دونا لايك حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.